السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا حبايبي متابعيني، منوريني في مطبخي، مطبخ خالة الشريف. إن شاء الله النهاردة أعمل معاكم قدرة قادر، طالعة جميلة وحلوة جدا وفي منتهى الجمال وهتعجبكم أوي. الطريقة سهلة وبسيطة، مش هت يعني طريقة سهلة جدا. شوفي جمالها، شوفي حلاوتها، ما شاء الله حلوة جدا ومقاديرها سهلة أوي. إن شاء الله هبدأ معاكم وأقول لكم مقاديرها. معايا كيسين كريم كراميل، ومعايا كيلو إلا ربع لبن، كيلو إلا ربع لبن، وكيسين كريم كراميل، وكيسين اللي هو الكراميل إيه اللي هو معمول جاهز. طبعا إحنا جايبينه جاهز، الكريم كراميل ده اللي هو الأكياس الجاهزة اللي هو بتاع دريم أو بتاع حلو الشام، أي نوع أنت عايزاه. ممكن تعملي الكراميل في الكريم كراميل في البيت عادي، ممكن بالبيض واللبن عادي، بس انا ايه الجاهز اخف واحسن. ومعايا بقى للكيكه 3 بيضات، كوبايه الا ربع سكر، ونص كوبايه زيت، ومعايا 3 معالق كاكاو للكيكه. احنا هنعمل دلوقتي الكريم كراميل، وبعدين لما ابدا في الكيكه هقول لكم عليها. دي مقادير، دي الكريم كراميل الاول. هفضي الكراميل في الصينيه، الصينيه في الاول ما بتدهنش الجزء اللي تحت ولا اي حاجه، انا بدهن الجزء اللي هيبقى فيه الكيكه بس. هحط الكراميل وبعدين الكريم كراميل بقى، هحطه بقى في اللبن على البوتاجاز يغلي معاكم. خطواتها سهله وبسيطه وجميله جدا وناجحه معاكي 100% ان شاء الله. فضي الكيسين، ولو كمان ما كفوش المفروض كنا عملنا شويه نكرمل شويه سكر، وكان عشان يبقى الكراميل زياده عن كده. ان شاء الله المره الجايه نزود الكراميل شويه علشان يبقى ازيد من كده، لان الكيسين يعتبروا مش كتير قوي. فضيتهم معاك اهو، هي خلاص. هناخد بقى اللبن، افضل ايه احركه كده عشان ايه يبقى في الطبقة اللي تحت خالص، بيدي منظر حلو قوي لقدرة قادر. بفضي بقى اللبن كده في الحلة، بعد ما افضي اللبن في الحلة، ده كيلو الا ربع لبن، 3 كوبايات، 3 كوبايات. معايا كيسين الكريم كراميل بقى، بفضيهم اهم على اللبن، ما بحط السكر ولا بحط اي حاجة تاني، حطش غير بس الكريم كراميل بس على اللبن عشان ما تبقاش مسكرة قوي، وهي فعلا كده مش مسكرة قوي. انا قللت السكر على قد ما اقدر، 3 كوبايات لبن وكيسين كريم كراميل، ادوبهم زي ما انت شايفة كده لغاية ما يتقل معايا شوية. هبدأ بقى ايه اجيب الصينية بتاعتي واجي وافضي فوق الكراميل، فوق الكراميل هنفضي بقى الكريم كراميل. جبت الصينية زي ما انت شايفة كده وهبدأ افضي بقى. افضي كل الخليط في الصينية، خلاص فضينا كله كده. هروح بقى في التلاجة هسيبه عقبال ما اعمل الكيكة يكون جمد شوية، اوديه التلاجة يبرد ويجمد شوية معايا في التلاجة عقبال ما اعمل الكيكة، اسيبه ساعة كده ويعمل الكيكة ويجمد شوية نحطها عليه بقى. عشان كده بقول لك طريقة ناجحة 100% وان شاء الله تعجبكم قوي.
حطيت البيض، حطيت سنه فانيليا كده رغم ان احنا حاطين كاكاو، بس برضو زودت سنه فانيليا عشان البيض ما يبقاش فيه زفاره. كوبايه الا ربع سكر ونص كوبايه زيت، كوبايه الا ربع سكر ونص كوبايه زيت. ببدأ بقى اخلط الخليط كله وابدأ بقى اضربه بالمضرب زي ما انت شايفه. ممكن مضرب عادي ينفع، ممكن مضرب بالكهرباء ينفع، ممكن يعني ممكن تتعمل بالمضرب العادي ده بتبقى برضو حلوة وما بيجراش اي حاجة. انا بس بحط لها معلقة خل عشان برضو ما يبقاش فيها زفارة، وفي نفس الوقت بتعمل بتدي هشاشة للكيكة برضو. معلقة الخل دي برضو حلوة لازم تحطيها. كده ضربنا البيض والسكر والزيت والفانيليا، مش هيبقى فاضل غير الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر وذرة ملح صغننة خالص. كوباية كوباية ونص دقيق، كوباية ونص دقيق، وثلاث كوبايات كاكاو زي ما انت شايفة. ثلاث معالق كاكاو، كوباية ونص دقيق، معلقة بيكنج باودر وذرة ملح. طبعا الكاكاو دوت لازم نزود 3 معالق ميه قصاد الكاكاو، 3 معالق لبن، 3 معالق ميه، اللي يعني الاثنين عادي الاثنين ممكن ينفعوا، يعني الميه تنفع والكاكاو والميه تنفع واللبن ينفع. نخلت خلاص الدقيق والكاكاو بيكنج باودر ذره الملح، ابدا ايه اخلط الخليط بس كده لغايه ما ايه الدقيق يختلط كله ببعضه. كده الكيكه بتاعتي خلصت معاكم. حطيت 3 معالق ميه قصاد الكاكاو عشان الكاكاو انتوا عارفين اكنه زي الدقيق، طالما حطيت زياده في الدقيق لازم نزود سنه. حطيت 3 معالق ميه، عايزه تزودي لبن زودي عادي مفيش اي مشكله. خلاص الكيكه بتاعتي كده خلصت. هضيف بقى هبدا بقى ايه ادهن بالفرشه كده، فرشه زيت بسيطه قوي 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 عشان الكيكه ما تلزقش معايا، الجزء اللي فوق بس عشان الكيكه بس ما تلزقش معايا. اعذريني بقى معلش صوت الدوشه وكده، احنا الشارع عمومي كده والدوشه بتاعت العربيات والحاجات ديت، فاعذروني من الاصوات دي معلش. فضيت الكيكة بتاعتي كده خلاص، هبدأ بقى ايه اجيب مية سخنة بتغلي واحطها في الصاج اللي تحت الصينية. جبتها سخنتها في الكتل وبفضيها اهو تحت الصينية، عشان انا هاخد الصينية بالمية اللي بتغلي بتاعتها وادخلها الفرن لمدة 25 دقيقة. على درجة حرارة 180 25 دقيقة، الكيكة طلع زي الفل زي ما انتوا شايفين، شكلها يفتح النفس والله. كده بقى دي بعد ما ايه طلعتها من الفرن واستوت بدخلها التلاجة لمدة 3 ساعات تجمد، وبعد ما ادخلها التلاجة
بطلعها احطها في ميه تاني سخنه عشان تفك معايا، يا اما اركنيها بره ربع ساعه كده هتلاقيها فكت لوحدها. بس انا عشان بصورها معاكم وعايزه كل الخطوات مع بعضها، فما مش هركن بقى، فقلت اعملها لكم على طول. بصي انا بفكها كده، بصي اتفكت وبتلف معايا ازاي كده، هي سايبه من جوه خالص. هقلبها معاكم وهتشوفي قدر احلى قدره قادر ان شاء الله. هقلبها بقى على الصينيه كده زي ما انت شايفه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تحفه جدا جميله ما شاء الله عليها. كيكه طالعه هشه وجميله، والكريم كراميل اللي ماسك نفسه وجميل جدا. نبدا بقى اقطعها لكم واوريكم بقى الجمال، جربوها وان شاء الله تعجبكم. متنسونيش بقى في اللايكات، لايك كبير لقدره قادر الجميله دي، بألف هنا والشفا للي شاف، وبألف هنا والشفا للي هياكل. ان شاء الله كلكم تجربوها وتعجبكم جدا ان شاء الله. طريقة ناجحة وسهلة جدا ان شاء الله، ما شاء الله تحفة، بألف هنا والشفا.